واقع معتل وهلال مختلف، نفوس آمنة وكرامة مصونة ويد إغاثية تمتد لأبعد الحدود. هذا هو شعار الهلال الأحمر القطري. إنها استراتيجية مختلفة تختلف عن أي استراتيجية أخرى، لأنها تعبر عن واقع إنساني مختلف. الهلال الأحمر القطري تأسس كمنظمة خيرية تطوعية بهدف مساعدة الضعفاء والمحرومين الذين ضاقت بهم سبل العيش في سلم وأمان. ها هي مشاريعه الخيرية تصل إلى الشمال السوري، حيث أعلن الهلال الأحمر القطري بناء مدينة الهلال السكنية، وذلك في مدينة الباب الواقعة بمنطقة درع الفرات شمال سوريا. وكان المشروع بدعم من صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد. كان الهدف من المشروع توفير سكن لنحو 700 من الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، ويتألف من 116 شقة سكنية تقام في الشمال السوري. أقيم مشروع السكن الجديد على أرض مساحتها 20,000 متر مربع، وتم تشجير الموقع بحوالي 150 شجرة وتزويده بطرق إسفلتية، بنية تحتية كاملة من شبكة لمياه الشرب والصرف الصحي. تبلغ مساحة الشقة السكنية الواحدة 46 متر مربع وتوزع ضمن 29 بناء. تحتوي الشقة الواحدة على غرفتين ومنافعهما، وهي مجهزة بالماء والكهرباء، إضافة لخزان مياه لكل شقة سعته 1 متر مكعب. كان الملجأ والملاذ للآلاف من النازحين والأكثر تضرراً من الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، النازحين بمخيمات عشوائية نتيجة تعرض بلادهم ومنازلهم للقصف والدمار بسبب الخروقات المستمرة للنظام السوري وروسيا. أكد الهلال الأحمر القطري أنه سيبقى حريصاً على تقديم الدعم التنموي والإغاثي لضحايا الأزمة السورية مع استمرار المعاناة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. أطراف مدينة الباب ومن داخل الوحدات السكنية القطرية، وبعدسة مراسلنا من وكالة الفرات للأنباء.